يخلينيش اقعد لوحدي، يهديكي ربي يا حبيبتي. ربي مظلومه انصفني. مش عاوزة أسمع كلمة مدام دي تاني، تقولي أستاذة. مش مريحاكي أستاذة، قولي أستاذة نبيلة. افتحي. حاضر يا أستاذ. مريحاكي يا أستاذ. الله الله. شميت طشة الملوخية، قلت أطلع أتغدى معاكي يا بليلة. أنتِ لحقتي تشمي حاجة يا خديجة؟ أقعدي هغرف لك طبق. وأنا ملوخية. أنا خير. لا انت مش ملوخيه، انت حمزه. لا انا خير. لا انت مش ملوخيه، انت حمزه اللي هتاكل الملوخيه. سميره انا نفسي في الملوخيه. ها مش فاضيه دلوقتي؟ طيب اسامه، بقول لك ايه، خليك جدع بقى وخلي مراتك تعمل لي ملوخيه، انا نفسي فيها بصراحه. ها مهاش فاضيه دلوقتي؟ طيب ناني، ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ وماما ازيها؟ ناني انا نفسي في الملوخيه. الحقني، ابوك عايزني اعمل له ملوخيه بالارانب. وانا مالي، ما تعملي له، مش انت اللي مصاحبه بابا على قفا ماما؟ اشربي بقى. اشرب يعني اعمل ايه؟ ايوه يا ماما، عندك ملوخيه بالارانب؟ لا يا ماما مش بتوحم، ده حماميه هو اللي بيتوحم. بيري حبيبتي ازيك؟ بيري انا نفسي في الملوخيه، وحشتني ملوخيه امي. ملوخيه؟ طب ما اعمل لك سبانخ احسن. اوكي خلاص هطبخ لك ملوخيه. ماشي ماشي ماشي. طب مع رز بالشعريه ولا رز عادي ابيض؟ انا بعرف طبعا. اوكي ماشي خلاص بقى. ها وبعدين؟ طيب ماشي. امتى يعني؟ خلاص خلاص يلا خلاص بقى اقفل. اوكي يلا باي. بيري بتكلمي مين وبتستخبي كده زي المراهقين يا بنت؟ ما بكلمش حد يا بنت، عيب، بغسل وشي واسناني، ما بكلمش اي حد. امال ايه صوت التليفون ده؟ لا لا مفيش تليفون ولا حاجه، ده
تليفونات ولا حاجه. فين هي التليفونات دي؟ فين؟ اوعي اوعي ده ليا. ليا اوعي. انتي مش كنتي لسه بتكلمي من شويه؟ ده واحد تاني. يا بيلي. الو يا بيلي. مين؟ طب اوكي خدي امسكي. الو. ايوه وانت كمان. لا مش هينفع بعد شويه. مين ده؟ امشي يا بنتي. تعملي عليا ام مش لايق عليكي اصلا. انا امك يا بنت. امك يا امي. امشي يا بنتي. بتكلمي مين؟ صديقي محمود. يلا امشي عشان عايز اتكلم معاك. صديقك محمود صداقه بس. ما اكيد صداقه بس يا باري. احنا لسه صغيرين. صغيرين؟ انتوا صغيرين انتوا؟ امال احنا نبقى ايه؟ انجزي اخلصي. الو. لا معلش دي كانت مامتي. طب يلا باي باي بقى. هشوفك في النادي. باي. كاكا. ايه مش عاجبك شغل عيال؟ طب خلاص مش هقولك كاكاك تاني. ما ما نصنا نص هو نصنا نص هو. ايه ده؟ ايه الملوخيه المزلقه دي؟ مالها يا بابا؟ ما هي حلوه اهي. حلوه دي بايته. ده انا يا دوبك عاملاها من اسبوع بس. يا سلام خديها يا اختي السيد اشربها. دوق بقى يا انكل ملوخيتي. انا اللي عاملاها لحضرتك بنفسي. ما اشوف. ايه ده يا بنتي؟ دي ساقطه. هي بتمتحن يا انكل علشان تسقط؟ بقى خيبانه وبتتريقي كمان بقى. ما تعرفيش يعني ايه ملوخيه ساقطه؟ اصلي بصراحه ما بعرفش اعمل ملوخيه. الطباخ عند بابا هو اللي كان بيعملها. يا عيني عليك يا ابني. افتح الباب يا سيد. سيد مش هنا. طب افتح انت يا مرات سيد. ازيكم ازيكم. اتفضل يا امي. حلت ملوخيه تحفه. شكر قوي يا ناني. تعبتي نفسك ليه؟ انا بس نفسي هفتني عليها. دو دو يا انكل ده انت هتنبهر. اف ايه الريحه الوحشه دي؟ مالها يا انكل؟ لا 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 ريحتها وحشه قوي. ايه ده؟ وايه اللي بيلعب فيها ده؟ ده الجمبري. اصل ماما حابه تكرم حضرتك. دوق دوق دي هتعجبك قوي. جمبري ايه وسمك ايه؟ حد يدمر الملوخيه بالشكل ده. ده كيلو الجمبري ب 170 جنيه وانا هبيعه. شيلي شيلي خدي الملوخيه بتاعتك وامشي. يلا وانتوا كل واحده تاخد ملوخيتها. يلا يلا يلا. قول بقى يا عم بابا ان ملوخيه ماما وحشتك. ماما ايه وبتاع ايه؟ انا اللي وحشني بجد ملوخيه امي وملوخيه جدتي. يا سلام يا سلام على ملوخيه جدتي. كنت تشمي ريحتها من اول السلم من تحت. يا عيني ولا فتت الملوخيه بالخل والثوم لوز. يا بابا ما هي كل واحده يا بابا عملت لك الملوخيه اللي انت عايزها. انت اللي مش عاجبك حاجه. هاي ازيكم. هاي حمدي روحي عملت لك الملوخيه. حياتي حياتي الملوخيه. عملتي ايه؟ دي ملوخيه من محل الست الشكريه. يعني ملوخيه جاهزه يا مدام؟ لا يا دارلينج الملوخيه مش جاهزه. الكيس هو اللي من عند الست الشكريه. كان الملوخيه انا اللي عملتها بايديا وحياه عينيا. والله والله. دوق يا حمدي دوق دوق. ياي حلوه حلوه الملوخيه تجنن. ايه يا بابا صرصار. برافو عليكي قضيتي علينا كلنا. نصنا نص هو نصنا نص هو. اما يا حمدي فاتك طبق ملوخيه من ايد نبيله. لو شميت ريحه التقليه بتاعته يغمى عليك من حلاوته. عزمتك على الملوخيه؟ لا ما عزمتنيش. هي ادت ملوخيه للواد حسان وقعدت كنتها معاه انا ومراد. ايه التفاصيل دي؟ معقول التفاصيل دي؟ معقول تاكل مع البواب والمساعد بتاعه ملوخيه؟ فيها ايه يا اخي؟ انا راجل بسيط وما دام فيها ملوخيه اكلها مع اي حد. وطبعا كان مع الملوخيه ورق عنب.
عرفت ازاي؟ ما هي دايما كانت بتعمل مع الملوخية ورق عنب. ورق العنب بتاع نبيلة انا اكتشفت ان لا يعلى عليه. صباعه الواحد فيهم قد كده ومبروم. واللحمة جواه حتت. مجرد انك تحطها ناحية بقى كده. بس 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 يا اخي بتعذبني. يعني انا الوحيد اللي ما اكلتش الملوخية ورق العنب. عارف يا حمدي انا كنت اخدت قرار ان مش هقول لك اي افكار جديدة. لكن معلش هتنازل واقول لك فكرة جديدة. قول. هجيب لك ارواح. هتحضر ارواح؟ هتحضر ارواح انت رخي. هجيب لك ارواح تطبخ لك وتعمل لك ملوخية وورق عنب وتعيش. اسمها ارواح. مش اسم غريب شوية؟ انت مالك يا اخي وانت هتتجوزها؟ المهم تعرف تعمل طشة ملوخية زي نبيلة. ارواح تعالي تعالي تعالي. مش عايزين حل يحس بينا. ليه ليه يعني؟ هو ده مش شغل ولا ايه؟ مش شغل شرعي ولا ايه؟ شرعي شرعي وكل حاجة بس مش عايزين حد يحس بينا. تعالي. حمدي يا حمدي. ايوه يا فهيم. تعالي. هي دي؟ ايوه ارواح. شغال. لا بقول لحضرتك ايه من اولها كده. انا مش شغالة. انا مديرة منزل. وبعدين بصراحة بقى انا غيرت اسمي وما بقاش ارواح. اسمي بقى رغدة. رغدة. طيب يا ست رغدة هانم. انت بتعرفي تعملي ملوخية بالارانب ومعاها ورق عنب؟ امال ايه يا استاذ؟ طب ده انا كنت بشتغل في مطاعم كبيرة. المهم المهم فين اوضتي وحمامي؟ لا هو للأسف مفيش غير اوضة واحدة وحمام واحد. نعم نعم يا استاذ اوضة واحدة وحمام واحد. ولما حضرتك بقى ساكن في عشوائيات بتجيب مديرة منزل ليه؟ ها فهمني. غاوي يعني تجيب بنات الناس وتبهدلها معاك ولا ايه يا استاذ ولا ايه؟ فهيم معلش عشان خاطري عشان خاطري خليك عصي. صاحبي صاحبي محتاجك جدا جدا جدا. كل اللي انت عايزاه انا هنفذه لك عشان خاطري عشان خاطري. تعالي. طيب امري لله جاي اهو خلاص. المطبخ من هنا. طيب. المطبخ كده. ايوه كده. لا 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 فهيم فهيم تعال. في ايه؟ لا 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 انا مش عاوزها مش عاوزها خالص. دي شكلها يقلق. يقلق ايه؟ دي قمر دي قمر. ارجوك عشان خاطري عشان خاطري خليها. ايه ايه انت بتعمل كده ليه؟ عشان خاطري خليها 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 ولا اسبوع واحد بس. اصل انت محتاجها جدا. انت محتاجها. ارحمني ارحمني عشان نغيز نبيله. نغيز نبيله ايه؟ انت اتجننت وانا هتجوزها. دي شغاله يا اخي. طب بس جربها جربها بس جربها هتعجبك جدا. جربها عشان خاطري عشان خاطري. تضمن انها تبقى مؤدبه؟ اضمن 100%. وما بقتش مؤدبه هربيها لك من اول وجديد. كده تبقى باظت. فلاح كان ماشي بيغني من جنب السور من جنب السور. شافني وانا بقطف كام ورده في طبق بنور في طبق بنور. وفلاح كان ماشي. انت مين يا شط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه البيت ده؟ انت طلعتي لي منين؟ من الحيطه. يا اختي يا اختي يا اختي يجعل كلامنا خفيف عليهم. تتهزري معايا؟ انت مين يا بنت انت؟ انا ارواح ارواح مديره المنزل. يعني كان الاستاذ جايبني علشان مراته ست قويه ومفتريه. ياه. اتصوري منها لله بتغيظه بريحه الملوخيه. قام بقى جايبني انا اعمل له ملوخيه. تعمليها بادبك مفهوم؟ وانت حضرتك مين بقى على كده؟ انا القويه المفتريه والاوامر هتاخديها مني انا. ولو عملتي اي غلطه هطلع لك من الحيطه. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. حاضر حاضر حاضر. وفلاح كان فايت بيغني من جنب السور. شافني وانا بقطف كام ورده في طبق بنور في طبق بنور. قطع الموال. ده مش كنا كان عند ست شكريه وخلاص؟ يوليه. وبعدين فهيم
بيقول ان اكل البنت دي حلو جدا. اما نشوف. ارواح ارواح. ما اسميش ارواح، غيرت النهارده نيلي. اسمك نيلي؟ انت كل يوم بتغيري اسمك؟ ودي مين دي بقى يا استاذ حمدي؟ ان شاء الله. انت مالك انت؟ امشي روحي حضري الغدا يلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه بتلت القرف دي قوي؟ بس فهيم بيقول ان اكلها حلو. اما نشوف. اخيرا بقى اخيرا هاكل ملوخيه وارانب وورق عنب. اما ندوق. الو بطه، بطتي حبيبتي. انا بعمل شوبينج، انا في الشارع. طيب يلا هكلمك بعد شويه، باي. انت بتتكسفي تقولي البطه انك هنا؟ انت عارف يا حمدي بطوطه كبرت خلاص وبتفهم في كل حاجه. الاكل جاهز، اتفضلي. اتفضلي. ياي ايه ده؟ ورق عنب وملوخيه وارانب، ايه ده؟ مفيش بتنجان مخلل؟ جعانه قوي. ايه ده؟ انا بشبه الاكل ده. فعلا اكل حلو قوي. بالحق يا استاذ حمدي، دي فاتوره الاكل. فاتوره ايه؟ ما هو الاكل انا جايباه من عند مطعم الست شكريه اللي على الناصيه. ست شكريه؟ هي ورايا ورايا. هو انت فين؟ واقف على الباب بره؟ نزلوا. طب انا هفتح لك. سلام. تعالى تعالى خش يا روح قلب رغده. رغده ايه بس؟ انا بحب اسم ارواح، اسم ارواح بيردني الروح. المهم الاكل عجبهم؟ طبعا يا حبيبي عجبهم. هايل، انا دافع فيه دم قلبي. مش خساره في رغده يا روح قلب رغده. بص بقى يا حبيبي، انا عايزاك كده تروح على المطبخ زي الشاطر وتلبس المرياله وتشوف كده الحلل والاطباق. انت عارف شغلك بقى يا حبيبي. حاضر. يلا. من عينيا يا روح قلبي. يلا يا روح قلبي. الى المطبخ. اتفضلي. يعني هو لازم يا حمدي؟ عاوز اوريكي حاجة مهمة قوي. لا لا بلاش بلاش بلاش. بلاش ايه؟ اتفضلي اتفضلي. طب ايه هو؟ عاوز اوريك الرسم اللي انا برسمه دلوقتي. انت كمان بترسم؟ طبعا انا جوايا فنان كبير قوي. ياي انت تخبل تجنن بجد، تخبل وتجنن. طب استني بس، استني يا بهيمه. ياه اصبري اصبري بس، هقول فهيم بتعمل ايه هنا؟ هنا هنا وانا فين؟ وانا وده مش شارع سليمان باشا؟ لا يا حبيبي، ده جامعة الدول العربية. كمان اتوبت. تصوروا لايقين على بعض، فهيم الزفت مع أرواح الشغالة، والأستاذ حمدي مع الست بيري، وأنا ألحق أكلم ولادي يجوا يشوفوا لهم صرفة قبل بوليس الأدب ما يشمع لي البيت. خلينيش اقعد لوحدي، يهديكي ربي يا حبيبتي. ربي